هاي تكمله من الشلال وين ينزل والبحيره. البحيره هناك شوفوا البحيره، بسوي زوم يغذي البحيره هاي اللي هناك تشوفونها. في بحيره هو بعد بعد عقبها في بحيره ثانيه اكبر عنها. شوفكم في لقطات ثانية إن شاء الله، سموها على التكسير. هذا واحد من الشلالات اللي على الطريق من نوروالا إلى كاندي. شوفون وين يصب. هذا في الطريق. هاي لقطة سريعة لبعض الشلالات اللي نمر عليها، وان شاء الله في لقطات ثانيه. هاي من مدينه نوروالا الى كاندي. هذه لقطه من مدينه نوريالا. هذه تقريبا احلى مدينه، احلى مدينه في كل سريلانكا. هذا مركز الشرطه، هذا المبنى مركز الشرطه، هذا فندق وينسون حاليا انا ساكن فيه، هذا السوق قريب في السوق، الفندق في السوق، البحيرة من الجهة هاي، البحيرة بعد السوق على اليسار. طبعا درجة الحرارة ممتازة جدا، 15 16 إلى 17. تحيط بها شوف جبالها كلها خضراء، دور داير. هاي لقطات عن مدينة نوريالا. ما صراحة ما تي على اللسان عدل. نوريالا نوروالا ونوريالا، هاي من المعالم السياحية اللي في سريلانكا. تقريبا يقولون أحلى مدينة هي هاي المدينة. وبعدها بنتجه اليوم إلى كاندي، انتظر السايق بس يجيني. مدينة كاندي المدينة الثانية اللي فيها المعبد المشهور الكبير واللي فيها الهضبة الكبيرة. نشوفكم إن شاء الله في لقطة ثانية. ما زلنا في مدينة نوروالا. هاي قلنا لكم السوق، هاي محطة الباصات، لقطات من مدينة نوروالا من البحيرة. البحيرة بتكون من هالجهة تقريبا كيلو متر أو كيلو ونص. بحيرة صراحة اللي يلسى عليها ترد الروح. في مضمار مال الخيل، وفي ملعب نادي رياضي من هالصوب صوب البحيرة. مثل ما قلنا لكم المدينة هاي تعد أحلى مدينة في سريلانكا، مدينة سياحية، والسايح خصوصا العربي لازم يوصلها. درجة الحرارة فيها ولا أروع. دنيا خضراء على مد البصر. هاي محطة الباصات. فيها فنادق متعددة، فيها شاليهات، فيها فيلل اللي يبغى يسكن فيلا، وكل شيء متواجد فيها. السوق هذا كل شيء تلقاه فيها السوق. عسى أن تفيدكم هاللقطات في ساز باركم، والسموحة على التكسير. بعد شوي بنتوجه إلى مدينة كاندي، بنعطيكم تغيير كامل إن شاء الله عن مدينة كاندي. تبعد من هنا هي تقريبا 70 60 كيلو أو 70 كيلو.